الثقل الفرنجي كجمهورية كالغص الآن قلنا البرلمان من داخل أعمار دبل العيلة جمعة الشهداء تفتح بالقصر مباشرة وما في راجل تاني بيقدر يوقف الحشود دي حتى الناس تكون عارفة ده الشعب السوداني ها ده الرجال بيوقفوا الناس ببمبانو بصرخة المطاطية بكل المساهمين الليلة الدخول عنوة واقتتال داخل عن أي ذنب وأي قوس عزم عواليد بدهم الشارع مال الثوار الشارع للثوار جوا عن أي ذنب ده أنا غشوده ده ترى الغصب الآن نحن نخاطبهم دوره الجمهور قدامك ليلة اعتصام بس اتنفذ اعتصام ان شاء الله قدام الغصب تكفي الكوبري تعمل طواري الرجالة دي ما في الفيس الرجالة دي في الشارع يلا برهان الليلة دي ده بقى بس بيب بومبان ده في بيئة أنا لازم بقى تاكل واكل في بطنه شبع خلاص رجع شبع بومبان كمل ذخيرتهم كملت ورجعوا هذا كله هذا شايفينه هذا رجعوا دجنا يا ناس تمام غسل الجمهوري